السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. هنبتديها باننا نبارك لابن مصر محمد صلاح وتحقيق انجاز كبير جدا بفوز مع الليفر ببطوله دوري ابطال اوروبا، والاهم كمان تسجيل هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح بيحقق انجازات يصعب على اي لاعب مصري مستقبلا انه يحققها. مبروك لصلاح، وعلى المستوى الشخصي مبروك لكلوب، مدرب انا بحبه جدا، والبطوله دي استعصف عليه سواء هو مدرب لبروسيا دورتموند او لليفر، وقدر السنه دي يحققها لانه يستحق بالفعل يتحط في السي في بتاعه بطوله كبيره زي البطوله دي. ولكن طبعا الاهم هو محمد صلاح، مبروك لمحمد صلاح. وندخل في حلقه النهارده، وهي الحقيقه عباره عن ثلاث مواضيع. الموضوع الاول انعقاد دائم لمجلس إدارة النادي الأهلي كما تمنيت. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت، حلقة مبادئ الغندور وضعف الخطيب، هيعرف كويس قوي أنا بتكلم عن إيه، وممكن يقدر يدخل على قناتي ويشوفها. النقطة الثانية هي حازم إمام الكيوت من بره، مرتضى منصور من جوه. والموضوع الثالث هو موضوع بدأ يردده بعض الزملكاوية، إن ما قدرش على فساد الترجي الا النادي الاهلي. هنتكلم عن ثلاث موضوعات، وهنبدا بالموضوع اللي هو الاول، وهو بيان النادي الاهلي اللي اتكلم فيه عن انه في انتظار رد رسمي من مجلس اداره اتحاد الكره، وده رد ذكي جدا، والاهلي دلوقتي بيلعب بذكاء، والمطلوب يبقى يكون في ذكاء وهدوء زي ما انا قلت، وتتفرج على المشهد من بره وتقدر تجمع ملفات طول ما انت هادي وطول ما انت اللي منتظر لغايه لما يجي الوقت اللي تقدر تصعد فيه. واعتقد الامر هيتطلب التصعيد، ولكن الى حد ما حتى الان البيان ده له بعض المكتسبات حتى لو احنا مش شايفينها بعينينا. اول مكتسب، واحنا كنا بنتكلم او انا ناديت دايما فكره تكافؤ الفرص، ولو اتاجلت مباراه للزمالك بعد امم افريقيا هيلعب مباراه واثنين وثلاثه واربعه في الوقت اللي النادي الاهلي قاعد مستني مباراه الزمالك، وبالتالي لعيبه هتقعد شهرين مستنيه مباراه. فاعتقد وقتها كان هيكون الزمالك اجهز فنيا وبدنيا من خلال المباريات اللي لعبها قبل مباريات القمه. بعد بيان النادي الاهلي تم تاجيل مباراه المقاولين العرب عشان تبقى بعد امم افريقيا، طبعا ده ضد رغبه البيان، ولكن في النهايه هو مع فكره جزء او بيعادل جزء من فكره تكافؤ الفرص، لان وقتها الزمالك هيلعب مباراتين، الجونه والاسماعيلي، والاهلي هيلعب المقاولين، فممكن اللعيبه بتاعه الاهلي تجهز. ده في حاله ان النادي الاهلي يفكر ان هو ممكن يلعب بعد افريقيا او يلعب الدوري بعد افريقيا بالشكل او حسب ما يتراءى للنادي الاهلي، لان اكدت محدش هيرسم لنا المسار اللي هنمشي فيه، هنمشي احنا في المسار اللي يحقق اهداف ومصلحه النادي الاهلي، لا اهداف ومصلحه من يتمنوا سقوط النادي الاهلي. فده كان اول مكتسب من مكتسبات البيان. المكتسب الثاني، وده كان واضح جدا في تهديد او في حلفان طلاق رئيس نادي الزمالك قدام لعيبته قبل نهائي الكونفدراليه، لما قال ان هو متفق ان هو مش هيلعب ولا مباراه الا بعد افريقيا. الحقيقه نزل له في الجدول مباراه الانتاج الحربي وحرس الحدود، ومع ذلك قال مش هيلعب مباراه الانتاج الحربي الا اذا النادي الاهلي لعب مباراه المقاولين. النادي الاهلي ما لعبش مباراه المقاولين وهو لاعب مباراه الانتاج الحربي، وطلع بعد مباراه الانتاج الحربي قال مش لاعب مباراه حرس الحدود وهيلعب مباراه حرس الحدود. لو كان النادي الاهلي ما عملش الضغط ده كان وارد جدا كلامه يتنفذ لما كان بيكلم لاعبيه قبل نهائي الكونفدراليه، وبالفعل كان وارد جدا يرحلوا له الاربع مباريات بعد افريقيا، ولكن اللي حصل انه لعب مباراه وهيلعب الثانيه ووقع في مباراه، وان شاء الله يقع في الثانيه لان احنا مش محتاجين غير ان الزمالك يلعب. المكتسب الثاني بعد بيان النادي الاهلي، تم تشكيل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وكان موجود فيها ايهاب ليطا مدير المنتخب، واعتقد كان عنده تعليمات من اجيري، وبالتالي صدر حل او صياغه ترضي جميع الاطراف وتحقق مبدا تكافؤ الفرص، وتمت الاتفاق عليها. ولكن تاني يوم تم تغيير الاتفاق ده، فطلع الكابتن احمد شوبير اعلن ده وهو نائب رئيس الاتحاد، وده تصريح مهم جدا ينضم الملف في النادي الاهلي. والاهم ان الحاج عامر حسين اكد على التصريح ده وقال مين اللي غير الاتفاقات دي، لما قال اتصل بيا الاستاذ هاني وريده وقال لي الغي كل الاتفاقات والغي الصياغه اللي انت عملتها. فبالتالي بقى حددنا مين عدو النادي الاهلي في الاتحاد والسبب او المدبر لكل الاحداث دي اللي بتحصل. وانا اسف ان انا بستخدم مصطلحات مدبر وعدو، لان الحقيقه اللي احنا بنشوفه الموسم ده مع النادي الاهلي ما حصلش مع اي نادي في تاريخ مصر من اي اتحاد كره ورد على اتحاد الكره المصري. فبالتالي ده مكتسب تاني، ان انت بدات تطلع تصريحات من الاتحاد نفسه تخدم قضيتك قدام الفيفا، فده كان مكتسب تاني. دول كانوا المكتسبين تقريبا اللي طلعنا بيهم من البيان، وبالتالي الى حد ما
لازم نفهم ان انت بتطالب بحقوق ولكن انت مش صاحب القرار، انت صاحب بس ان انت تقدم بشكوى، وصاحب القرار هي المنظومه اللي بتدير المسابقه، وفي كل الاحوال لازم تحارب وتحاول تعلي سقف المطالب بتاعك وتعلي سقف التهديد بتاعك طالما بتتعامل مع المنظومه بالشكل ده عشان توصل لاكثر حق ممكن توصل ليه من خلال المنظومه دي. لكن الحقيقه ما كانتش ازمه النادي الاهلي في البيان بس، هي فكره تكافؤ الفرص، لان الاهلي كان بيبص للموسم الثاني وتلاحم المواسم والقائمه الافريقيه اللي والخطاب اللي خباه اتحاد الكره المصري اللي جالهم من الكاف، لان المفروض تسجل اللاعبين في شهر 6، وهنا النادي الاهلي بيفكر في ازمه ثانيه خالص، وبالتالي كان عايز يفصل الموسمين ويعمل معسكر وينهي الامر قبل افريقيا. والحقيقه الامر تقريبا ما بقاش وارد، لان النهارده 6/2/6، فبالتالي المعسكر 6/6، فاعتقد الامر ما بقاش وارد، وهنا قدر النادي الاهلي يفكر بشكل افضل عشان يحل المعضله دي، وهي ان شاء الله لها حل. وعين لجنه للتخطيط برئاسه الدكتور طه اسماعيل وعضويه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، ولو لاحظنا هتلاقي ان هم من اجيال مختلفه عشان يحصل هارموني بينهم ويفيد النادي الاهلي كل واحد بخبرته والحديثه خالد بيبو والوسط والرؤيه بتاعت الكابتن زكريا ناصف، فاعتقد هيوصلوا لحل الازمه دي، اللي هو اعتقد من وجهه نظري لو هو على قائمه النادي الاهلي في النهايه فريق لاعب اساسي، حتى لو انت هتدعم ممكن اللي لعبوا اساس دولت بالكتير هيكونوا على دكه البدلاء مش هيكونوا بره القائمه، لكن اعتقد بقى فيه على الاقل 7 أو 8 أسماء بقى واضح جدا ان هم صعب يكملوا مع النادي الاهلي ولازم يتم تسويقهم سواء بالاعاره او بالبيع. فبالتالي انت تقدر تدعم صفقات محليه في حدود 4 أو 5 أو 6 لاعبين متوفر جدا، بما ان عندك لاعبين ما بتشاركش خالص من بدايه يناير تحديدا وهو خلاص ما بقاش بيشارك حتى مش موجود على دكه البدلاء، وبالتالي الاستغناء عنه امر حتمي لانه مش على قدر تيشيرت النادي الاهلي. المعضله اللي هتقابلك بس في القائمه هي فكره الاربع لاعبين المحترفين، لانك لو تعاقدت مع لاعب محترف فانت بتوصل رساله للاربع لاعبين المحترفين ان في حد منكم اوريدي ماشي، مش كده وبس، كمان بتوصل رساله للانديه ان خلاص في محترف هيتم الاستغناء عنه. فاتمنى من اداره التسويق في النادي الاهلي تبدا تسوق من دلوقتي لبعض اللاعبين من الوارد ان هم ما يكونوش موجودين في قائمه الموسم الجديد، ويكون الامر بميزان حساس جدا عشان لو حصلت ضغوط وحصل اللعب على المشاعر الوطنيه و و و وقدرت تلعب مباراه المقاولين والزمالك بعدهم افريقيا، يبقى انت عارف مين اللاعب اللي المفروض تقدر تعوضه لو فكره عرف ان هو خلاص هيرحل في التشكيل الاساسي ويقدر يضيف للنادي الاهلي. واعتقد لجنه التخطيط هي قادره على الموضوع ده، واعتقد هي ضروره تم تعيينها كان بسبب الازمه دي عشان تخطيط للاهلي للمواسم القادمه عشان نرجع تاني لمكاننا الطبيعي هو منصه التتويج الافريقي. ده كان الجزء الاول من الحلقه، الجزء الثاني من الحلقه وهو الكابتن حازم امام الكيوت جدا من بره، المرتضى منصور من جوه. كابتن حازم امام له كذا موقف بان فيه زملكاويته جدا، اشهرهم طبعا لما ذبح محمد الشناوي تحديدا لما اتنرفز مع الحكم ابراهيم نور الدين اللي ما حسبش ضربه جزاء صارخه لوليد ازارو في الدور الاول امام مباراه الانتاج الحربي. وللعلم كان الاهلاويه مع راي الكابتن حازم امام ان ما ينفعش الشناوي ينفعل الانفعال ده، ولو كان ابراهيم نور الدين طرده كان هيبقى امر متقبل جدا. ده كان راي الكابتن حازم امام، لكن لما يجي يطلع تصرفات من جنش اعلى واقوى بكتير من اللي حصلت من محمد الشناوي، فيكون الكابتن حازم امام يقول ده كاركتر جنش وخلاص لازم نتقبل شخصيته كده. وطبعا كان واضح جدا يعني فكره التمييز بين ما هو زملكاوي وما هو اهلاوي. طبعا من حق الكابتن حازم امام يبقى زملكاوي زي ما هو عايز، لكن مش من حقه ابدا ان هو يزيف ويضلل زي الزملكاويه، خاصه وهو مسؤول وعضو اتحاد كره القدم المصري، عشان يطلع بتصريح اول امس يقول فيه ان سبب المشكله اللي احنا فيها ان احنا جاملنا، بيتكلم عنه كان اتحاد كره، جاملنا النادي الاهلي في الدور الاول، فبالتالي الزمالك عاوز يتجامل في الدور الثاني. الكلام ده كذب واضح وصريح، كلام كذب، ومفيش ادنى اثبات واحد ان النادي الاهلي اتجامل في الدور الاول. النادي الاهلي اكثر فريق اتضغط مبارياته حتى في الدور الاول في الوقت اللي الزمالك ما كانش بيشارك فيه في بطوله افريقيا، والاهلي بيشارك فيه في بطوله افريقيا ولعب 10 مباريات
من بدء الموسم حتى نهائي دوري ابطال افريقيا اتأجل له 9 مباريات. من ال9 مباريات 6 مباريات لتعارض المواعيد. يعني ايه تعارض المواعيد؟ يعني في مباراة للأهلي في الدوري المحلي ومباراة في بطولة أفريقيا في نفس اليوم أو بعدها بيوم أو قبلها بيوم، بالتالي لازم إجباري تتأجل المباراة ومفيش فيها أي نقطة مجاملة أو شبهة مجاملة يا كابتن حازم إمام يا كيوت من بره. لكن طب دول 6 مباريات، فين التانيين؟ في 3 مباريات بالفعل تم تأجيلهم لإراحة النادي الأهلي في الأدوار الإقصائية، أنا واضح وصريح. أول مباراة اللي كانت بين مباراتي حراية كوناكري، احنا لعبنا حراية كوناكري خلال اسبوع، ما بين الاسبوع ده والسفر والذهاب والعودة كان في مباراة تم تأجيلها. والمباراة التانية كانت قبل مباراة وفاق سطيف العودة اللي كانت في الدور نصف النهائي، لان مباراة وفاق سطيف العودة كانت يوم 23/10، وكان في لحظة اشوف لكم المباراة كانت العودة ولا الذهاب، لان في مباراة اتأجلت قبل وفاق سطيف، لكن العودة ولا الذهاب ثانية واحدة. المباراة الأولى كانت الأهلي والجونة ودي كانت بين مباراتي حراية كوناكري، والمباراة الثانية كانت الأهلي والمقصة، أيوة قبل مباراة وفاق سطيف تاريخ 23/10، لأن المباراة الأسبوع ده اتلعب من 18/21/10 والأهلي كان في الجزائر هيلعب يوم 23/10، فبالتالي يعني بديهي جدا إنها برضو تتأجل. المباراة الثالثة اللي هي الأهلي وإنبي ودي كانت بين مباراتي النهائي مع الترجي 2/9 و9/9 لعبنا، فكان في من 5/8 2/11 و9/11، فكان في من 5/8/11 مباراة الأهلي وإنبي، فطبيعي جدا إنها تتأجل ودي ما فيهاش أي مجاملات خالص يا كابتن حازم إمام. ودول ال9 مباريات اللي تأجلوا النادي الأهلي، 6 لتعارض المواعيد. دي نقطة. النقطة الثانية والأهم يا كابتن حازم إن إحنا بنتكلم فيما هو بعد البطولة، برضو النقطة مش واصلة للزمالكوية وبنكررها للمرة المليون، مش بنتكلم فيما هو قبل وصول الزمالك للنهائي أو بين مباراتي النهائي، بنتكلم فيما بعد البطولة. النادي الأهلي كان بيلعب يوم ويريح يومين ويلعب الثالث، ليه ما تعملش الكلام ده مع نادي الزمالك يا كابتن حازم إمام يا كيوت من بره؟ ليه ما تعملش الكلام ده؟ يا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يا محايد يا جميل الملامح، ليه ما تعملش الكلام ده؟ اللي اتعمل عكس كده ان مرتضى منصور رئيس الزمالك اللي له معاك مواقف يصعب ذكرها، يعني احنا تعاطفنا معاك كأهلوية ولكن الحقيقة انت ما تستحقش التعاطف ده وتستحق فعلا المعاملة اللي عملها لك رئيس نادي الزمالك. والحقيقة هو نجح، لانه لما عاملك كده ولما جماهير الزمالك عاملتك كده انت مشيت في سكة كل ما هو زملكاوي ان هو بيخدم الزملكاوي يخدم الزمالك من اي موقع يعمل به، ودي مقولة العبد لله. انت جاي النهاردة بتأكدها وانت في اتحاد الكرة بتشتغل لخدمة نادي الزمالك، وكمان عادي جدا بتقول ان انا جاملت النادي الاهلي بالكذب والتضليل. يا كابتن حازم امام اعتقد محتاج تراجع نفسك، او ما تراجعش نفسك احنا هنراجعك. دي نقطة حازم امام، مش عايز اخد اكتر من كده عشان ندخل على نقطة تانية والاهم. فكرة الزمالكاوي اللي بيتكلموا بيقولوا ما قدرش على فساد الترجي الا النادي الاهلي، استنادا لما حدث في مباراة الذهاب الموسم الماضي في نهائي دوري ابطال افريقيا ومهدي عبيد وركلات الترجيح والفار. والحقيقة كلهم بيتناسوا تماما ان اللي كان موجود في حجرة الفار هو بكاري جسامة، وهو اللي صنع الازمة، لان في النهاية في كاميرا وفي لقطة وفي 2 حكام 2 بشريين هم بيشوفوا وجهات النظر. القانون بيدي الحق المطلق لحكم الساحة، مين اللي كان بيخلي حكم الساحة يروح ويجي ويجادل معاه؟ هو بكاري جسامة، مع ان ده مش دوره، هو دوره يقول له هنا انا وجهة نظري او هنا تعالى شوف اللقطة دي ويجي يشوف اللقطة دي، لكن كان بكاري جسامة صعبان عليه ان القرار طالع من مهدي عبيد بركلة الجزاء للنادي الاهلي. ولكن مش بتاعت كابتن مدحت، ولكن دي ولكن بتاعتي، ولكن هنفترض ان الاهلي اتجامل في المباراة النهائية امام الترجي الموسم الماضي، افتراض انا مش مقتنع بيه لكن هنفترضه عشان نريح الجميع. دي كانت اول مباراة للنادي الاهلي يتجامل فيها قدام الترجي التونسي، وعندي سنة 2018 في نفس البطولة في دوري المجموعات في الدور الاول من كان المباراة الثانية هدف ملغي وهو هدف صحيح لمروان محسن، غير ضرب الجزاء لمروان محسن، مش هتكلم عن ضربة الجزاء لان دي ممكن برضو تخضع لوجهات النظر، لكن الهدف الصحيح الملغي لمروان محسن لا يخضع لوجهات النظر. تعالوا نشوفوا الهدف. كابتن طارق، هدف صحيح. هدف صحيح.
ده كان 2018، لكن كان في 2017 برضو لينا حكايات، احنا لينا حكايات في رادس وحكايات مع الظلم التحكيمي امام فريق الترجي التونسي في 2017 مباراة الذهاب في دور الثمانية على ملعبنا برضو ووسط جماهيرنا. ركلة جزاء لوليد ازارو في الدقيقة 10 الحكم بيحسبها ولكنه ما بيطلعش الكارت الاحمر لمدافع الترجي. تعالوا نشوف تعقيب التحكيم على اللقطة دي ونرجع تاني. هذه حالة مستثنات من تخفيض العقوبة من حالة الطرد إلى حالة الإنذار، وبالتالي كان يجب على الحكم أن يشير البطاقة الحمراء وليس البطاقة الصفراء. طبعا ده النتيجة انتهت 2-2، ولو كان اللاعب اطرد لاعب مدافع الترجي في الدقيقة 10 كان الوضع اختلف تماما، لكن الأهم كمان إن كان في تسللين اتحاسبوا على النادي الأهلي وهي انفرادات واضحة وصريحة ما فيهاش أي شبهة تسلل كانت ممكن تضيف لرصيد النادي الأهلي هدفين محققين، واحد على جونيور أرجاي الشوط الأول وواحد اتحسب تقريبا على مؤمن زكريا قبل ما يلعبها لعماد متعب في الشوط الثاني، والكورتين كان ممكن النادي الاهلي على الاقل يسجل منهم هدف يميل كفه ان الاهلي ويطلع الاهلي فايز بالمباراه، لكن ده ما حصلش عشان مباراه ثانيه في بطوله ثانيه النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي امام الترجي التونسي. ومن 2017 ل 2011 وفي دوري المجموعات في دور الثمانيه وقتها النادي الاهلي يفوز على الترجي في ملعبه في ملعب النادي الاهلي يصعد النادي الاهلي للدور قبل النهائي، ولكن هدف لبنانا تسلل واضح جدا، والاصعب ان التسلل من ضربه ثابته، يعني ده اسهل تسلل ممكن حامل الرايه يحتسبه، ولكن اتحقق تسجل هدف وخرج النادي الاهلي من البطوله امام الترجي بخطأ تحكيمي فادح. اما كارثه الكوارث وهي سنه 2010 وايد انيرام والحكم لامبتي المرتشي اللي تم عقوبته بتهمه الرشوه، حكم مرتشي وطبعا كان واضح جدا ايد انيرام، ولكن الحقيقه ما كانش ده الخطأ الوحيد في المباراه، لان النادي الاهلي كان له ركله جزاء واضحه وصريحه لمحمد ناجي جده، حتى واحنا بنلعب 10 كنا ممكن نتعادل 1-1 ونصعد للمباراه النهائيه. تعالوا نشوف ركله الجزاء ونرجع تاني. او كان جزء من جسمه خارج لكنها كان يده او عمليه المسكه تمت داخل منطقه الجزاء. طبعا بيطلع الناس بيقولوا ايه لمسه ايد انرام، طب ما انت عندك في مباراه الذهاب لمسه يد محمد فضل، والحقيقه رغم ان الناس دي يعني اولا بيقولوا الكلام ده بقلل جدا من درجه الذكاء عندهم، لان الحقيقه في فرق كبير جدا بين ضربه لمسه يد واضحه وصريحه جدا ومتعمده ولمسه يد اتعادت مره واثنين وعشرة عشان تبان، ومن زاويه معينه بانت انها فعلا لمسه ايد محمد فضل، لكن الحقيقه اصلا هدف الترجي كان من فاول على الترجي. تعالوا نشوف هدف الترجي اللي سجله في المباراه دي ونرجع مع بعض. كان يجب احتساب هنا ركله حره مباشره هو واخده في ايده لصالح وائل جمعه. لكن هل ده كان الخطا الوحيد الموجود في المباراه دي؟ لا، كان النادي الاهلي ركله جزاء صحيحه نتيجه لمسه يد داخل منطقه الجزاء، كانت لعبه من فرانسيس تقريبا ولمست يد مدافع الترجي. تعالوا نشوفها عشان نرجع ننهي الحلقه. وده ظهره عشان يوحي للحكم ان هو يعني مش شايف، دي ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. دي كلها اخطاء اتعرض لها النادي الاهلي في مواجهته مع فريق الترجي، واعتقد مفيش فريق في افريقيا اتعرض لاخطاء مع نادي الترجي بالشكل ده. والحقيقه ان الامر بتاع نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي امر، وبرضه الكونفدراليه امر بيثير، مش بيثير بقى، هو واضح جدا ان في فساد، وان الوحيد اللي وقف للفساد ده هو ابن الثالثه شمال عمرو مراد فهمي، اللي ان شاء الله هيكون له دور كبير في المستقبل، لان لازم النادي الاهلي يكون عنده ابعد من فكره ان هو بيكون فريق وقافل على نفسه، ولازم يكون له مراكز قوة داخل الاتحادات سواء الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي، واتمنى يكون في دعم لكابتن احمد شوبير ايا كان اتفقت معاه اختلفت معاه، ده حتى عدائه مع مرتضى منصور هيوقف فكرة المجاملات والخوف من مرتضى فيكون رئيس الاتحاد للدورة الجاية، ونبدأ نصنع كوادر تبقى داخل اتحاد كرة القدم الافريقي، لان من العيب ان يكون البشماوي واندية من المغرب لها نفوذ داخل الكاف واحنا ملناش اي نفوذ، والشخص الموجود حاليا داخل الكاف نفوذه بيسخر خدمة نادي الاسماعيلي بعد بيرجعه للبطولة بعد ما طلع منها، ونادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك والحكام اللي بيتعينوا لمباراة الزمالك في الكونفدرالية او بيتعينوا للمنافس اللي هيلاعب الزمالك في الكونفدرالية يكون حكم مصري
في سابقة لم تحدث أو حدثت مع النادي الأهلي كانت بقت جريمة حتى الآن، حتى الآن حتى 20 سنة أقصد قدام يقعدوا يتكلموا عنها. لكن في النهاية الفساد اللي واضح جدا في توجيه البطولات في فترة أحمد بيدل إن احنا هنشوف مباراة سوبر أفريقي بين الأكثر 5 حروف حطها بعد كلمة الأكثر، ونشوفكم في حلقة جديدة. كان معكم أحمد أسامة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب. أنا بدأت ما اتكلمش كتير عن 100,000 لأني واثق في الله وواثق في حب، ثم واثق في حب حضراتكم إن أنتوا هتوصلونا بإذن الله لل100,000 قبل السيزون ما يخلص، ونشوفكم في حلقات جديدة وعلى حب العلم متجمعين. سلام.